بص، انت كمصري انت بتتولد معاك اربع حاجات ما اخترتهمش. واحد اسمك، اتنين بابا وماما، تلاتة فكرة اصلا انك مصري، اربعة كلمة ميلاتري في بقك انت بتتولد بيها في بقك. تمام؟ لا تعالى بقى ناخدها كده من جوه ونظبطها ونحطها تاني. ميليتاري، ميليتاري هي عندك حاجة من الاتنين، يا اما بريتش فبريتش اكسنت بيقولوها ميليتري، او الامريكان اكسنت هم بيقولوها ميليتري. فانا عن نفسي اخترت الامريكان اكسنت، فشوف انت محتاج يعني حابب ان شاء الله تختار ايه يعني. تمام؟ فهي حاجه من الاثنين تاني، يا اما ميليتري يا اما ميليتري. يلا حطها في بقك تاني. باي.